بدأت استخدام الذكاء الاصطناعي عندما وصلت إلى الجامعة، فكان لدي بعض الصعوبات فيما يخص البحث العلمي وفيما يخص البحوث، بحوث الصف التي نقوم بها، فبالتالي التجأت إلى الوسائل التقنية الحديثة لمساعدتي في هذه في إنجاز هذه البحوث والاطلاع على بعض المعلومات التي كنت أجهلها. أكثر تطبيق استعمله وهو منتشر بين الطلبة هو GPT-Chat، حيث هذا الموقع يعني يعتبر كموقع سلس، يقدم معلومات سلسة والإجابة تكون سريعة جدا. في بعض المعلومات لا يكون دقيق ولا يكون هناك تحديث لبعض المعلومات، فيعطيك مثلا معلومات تكون قديمة أو معلومات غير محدثة. الغاية الوحيدة من استعمالي كشخص لهذه الذكاء الاصطناعي هو لأنه سريع بغض النظر عن المعلومات التي يقدمها، يعني السرعة فيه جعلت له ميزة كثيرة وتقتصر الكثير من الوقت للطلبة. أصبحنا اليوم نتكل على شات جي بي تي أو على الذكاء الاصطناعي أنه يقول الحقيقة ولا نتأكد من صحة المعلومة. نبني بحث علمي أكاديمي على أساس الذكاء الاصطناعي، فهذا خطأ، ربما فيه العديد من الزوايا السلبية مثل يعني صفة الاتكالية، يصبح العالم أو الباحث متكل على شيء اصطناعي وهو لديه عقل. الذكاء الاصطناعي هو يوفر إجابات قصيرة وإجابات بمختصر القول، يعني تلخيص، وإجابات فورية. أكبر تحدي يواجه الأستاذ الجامعة اليوم مع هذه التقنيات الرقمية وهذا الجيل الرقمي والذكاء الاصطناعي، دائما لما يطرح الموضوع الرقمي نطرح الإشكاليات القيمية في العالم الرقمي أو مع الوسائل الرقمية، فهذا أكبر تحدي خاصة مع مصداقية هذا الطالب، مع القيم التي ربما لا يعرفها الذكاء الاصطناعي ولا يعرفها الروبوت. عندما يطرح موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم وعند الطلبة نطرح إشكالية أساسية هي إشكالية القيمية، فلما نتكلم عن الرقمي أكيد يجب أن نتكلم عن القيمي، خاصة عند الطلبة لتوجيههم أكثر للاعتماد على الذات، فهو آلة أو تقنية، فهو تقنية مساعدة أكثر منها تقنية تقدم البحث الشامل للطالب. الذكاء الاصطناعي كما يوفر تقنيات بحث وتسهيل عملية البحث للطلبة بالبحوث الجاهزة، هو أيضا يقدم حلول عملية للأساتذة والمؤطرين في عمليات البحث الآلي للسرقات العلمية تعزيزا للأمانة العلمية داخل الجامعات. بالذكاء البشري يمكن أن نواجه عمليات الغش التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، هذا أولا مع تجربة الأستاذ الجامعي مع طلبته، فهو يعرف ربما مستواهم العلمي من خلال التقييم المستمر وعملية التقييم المستمر والعملية التعليمية البيداغوجية المستمرة داخل مدرجات الجامعة.